يوفر نهر دجلة قدرا من التخفيف من حرارة الصيف الحارقة. يقفز الصبية من أعلى المسناية للاستمتاع ببرودة المياه. من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها هذا الأسبوع، وتوقعت هيئة الأرصاد العراقية ارتفاع درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، لذا يتوقع أن تستقبل المسابح في العاصمة الكثير من الزوار. سبب ارتفاع درجات الحرارة بيوتنا صغار ما تتحمل، اجينا احنا والاطفال ما يتحملون، اجينا نتونس هنا والبرد الجهال وقع. يواجه العراق عادة طقسا ساخنا في فصل الصيف، ويزيد من صعوبته انقطاع الكهرباء المتكرر، ومما زاد الطين بلة نقص الكهرباء الذي يجعل عمل مكيفات الهواء امرا نادر الحدوث. اما من لا يستطيعون الوصول الى النهر او حمامات السباحة، فلا شيء أفضل من كوب من عصير الرمان أو المرطبات. ويقول أحد المواطنين إن درجة الحرارة في منزله لا تطاق، لذلك يخرج لتناول مشروب بارد أو تناول المثلجات. درجة الحرارة كلش عالية وأجسامنا ما تتحمل، فنتجه إلى أنه نشرب شربت أو آيس كريم موطة. وتعرف بيوتنا صغار، كهرباء يعني دائما بالانقطاع.